مرحبا بكم متتبعي قناة مواطن. تعدد الزوجات هاد الدائرة من دائما كنشوفوها في الأوساط الاجتماعية ديالنا، ولكن مؤخرا رجعنا كنشوفوا حتى المرأة كتعمل التعدد وتزوج مرة وجوج وثلاثة وأحيانا كتوصل حتى الربعة. وخير مثال هي القضية ديال الأسادة اللي جبروها مجوجة بجوج ديال الرجالة. خرجنا الشهر العام باش نسولوهم كيفاش كتجيكم هاد القضية ديال التعدد بالنسبة للمرأة والرجل. كانت هذه أغلب الإجابات ما تمشيو فين. إلا ميت لها الرجل ممكن، ماشي مشكل تعاود تزوج الراجل شي واحد يستر ولد الناس، اما شتي تبغي تقارن مع الراجل تي تزوج بربعه ديال اذا على المصالح عاوتاني اذا غتزوج بهم بانت لهم فيهم بانت لها مصلحه فيهم راح تطمع خايب عاوتاني حتى هو تتبان لي هذا عنده هذا عنده هذا عنده شوما داكشي ما بعدا ما اول حاجه ما شرعوش لها الله المراه الله تزوجتي براجلك بغيتي ولادك بركه عليك مات وبغيتي تزوجي باش بديتي تزوجي بهذا وتطلقي وتزوجي بهذا وتطلقي راه حرام عند الله بعدا حرام عليك راه بحال هكا تفلي بالدين حيت الله ما مشرعش لك انت يا مرا خصك تخلي مرا خصك تدخل سوق راسك ما متفقش معاهم متفق معاهم تقدر تكون تزوج مره وإلا ما صدقش ليها وداك الشيء تقدر تزوج ثاني مره صلاح ثلاثه واربعه وهذه راه بزاف الراجل راه ديما راجل الراجل راه ماشي بحال المرا هو في الحقيقة بحال خالق الله المرأة والراجل بحال ولكن هادشي ديال الجواز الراجل ماشي بحال المرأة المرأة تتقتصر تتحشم على عراضها والراجل ما عنده كسار ياخد 30 الدنيا هانية ما متفقاش معاهم علاش؟ حيت مادام انهم يعني الا تزوجوا وطلقوا بزاف المرات الو غيكون لافوت ديالهم هما يعني نقولوا الراجل الاول الراجل الثاني مي باش يفوتوا الجوج غيكون لافوت ديال المرأة باسم النساء هو يديروا هادشي راه تيخالفوا الشرع ماشي معقول يعني المجتمع المغربي راه يولي مجتمع ماشي هو هذاك ماشي طبيعي حنا الطبيعي عندنا هو نتبعوا واش قال الله صافي مادام الله قال متنا وتولات ربع الراجل وعلى قدر المستطاع ديالو المادي والمعنوي اهلا وسهلا لكن النساء بغى يخالفوا هادشي راه غيرونوا المجتمع المغربي النساء هادو تنقول لها شوفي على لقيتي شي راجل عصبري عليه لكن عام معقول تخدم تضرب تماره وخا جيبوا خاوي ماشي جيبوا خاوي ولكن تصور عرق عليه تدخل المدخول عرق عليه صبر عليه ولا باس اما باش ما تصبريش على هذا وتطلعيه وتولدي معاه تشوف راه اذا انت تتقلبي على الماده ما تقلبيش على السعر اتفقت عليه حنا ما عندناش حنا دوله اسلاميه عندنا المراه عندها حق في راجل والراجل عنده حق في ربعه الشرع اللي عطاهم ليه ما عطاهمش ليه شي واحد القانون الله تبارك وتعالى هو اللي خلق ليه هذاك اربعه العيالات هاد المراه لا حرام بالدين باش غادي دير اربعه الرجاله انا ما تع... وليني ما تعدوا لي الا كان الراجل ترانكيل المراه راه كتبغي الراجل يكون ترانكيل دابا الا كان معدها الولاد الاولين غادي تضيعهم خير تبقى مع الراجل الاول انك حتم عنا ممنوع تعدد الزوجات بالنسبه للزوجات ماشي للرجال تما الميات قلبات اليوم ما عرفش قدرش نجاوب على هذه الخليه ان هذا الشيء خارج الاسلام